الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعدتم صباحا، صباح الخير، صباح البركة، صباح النواميس بإذن الله تعالى. من هنا من عاصمة الميادين، من هنا من أرض التحديات، من الوثبة، ومع هذه التحديات وانطلاقة الشوط السادس الخاصة بفئة الإبكار المهجنات الأصائل من مسافة 4 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي، حاملة لهذا التنافس. وهنا الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الفوز والانتصار. البداية مع المركز الأول، البداية مع مقدمة الشوط، وهنالك سمحة من تنطلق مع أول التحديات. مبارك بن برقش بن طبازه العامري من يتقدم مع أول التحديات، بينما المركز الثاني هنا نتابع ثاني التحديات والأسماء القادمة مع المركز الثاني. وصلت الضبي محمد بن غانم بن حمود الظاهري من يتقدم مع ثاني التحديات. المركز الثالث هنا وصلت جوري، مرحبا بقدوم جوري. عبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي يتقدم الآن مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع هنا وصول من الشاهنية للسيد سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي من يتقدم مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس الآن وصلت خوفة مظفر بن محمد الأعضيل العامري يتقدم الآن مع المركز الخامس. ننتقل مباشرة ونتابع المركز السادس في هذه اللحظات، هنالك جبارة من تنطلق بشعار سلطان بن علي اليبهوني الظاهري يتقدم الآن مع سادس التحديات. المركز السابع وصلت مضمونة للسيد علي بن سعيد المنصوري يتقدم مع المركز السابع بن سلمة في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن وصلت الرياضية وبجاش بن جابر بن محمد الفهيدة المري الضيف العزيز القادم من دولة قطر إلى هنا من أجل هذه المشاركة وهذه التحديات. تابعوا للمركز الثامن هنا أم المركز التاسع، وصل شعار محمد بن شامس بن عتيق العامري وحفلة هي المتقدمة مع تاسع التحديات. المركز العاشر الآن هنالك الضبي محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يتقدم مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام عبر شاشة أبو ظبي الرياضية. هنا نوافيكم بالعشرة الأسماء المنطلقة والمعلنة عن تواجدها في هذا المسار وهذا التحدي. نعود مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط، السيطرة التامة. هنالك خوفة تنطلق، خوفة بهذا التحدي الجميل، ومظفر بن محمد الأعضيل العامري سيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط في هذه الأجواء الجميلة، في هذه الأجواء الضبابية هنا في عاصمة الميادين. خوفه مع المركز الأول، خوفه مع مقدمة الشوط، ولكن جوري هي القادمة. مرحبا بجوري عبد الله بن راشد بن عبد الله الكتبي من يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث وصلت الآن مع المركز الثالث. مبارك بن رغش بن طبازة العامري وسم من تتقدم مع المركز الثالث مع لوحة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس. وهنالك أيضا وصول من شعار محمد بن شامس بن عتيق العامري وحفلة وصلت مع المركز الرابع ليكتمل هذا الاحتفال، ليكتمل هذا التحدي هنا، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الأعزاء وصلت الضبي محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري مع المركز الخامس. اكتفي بهذه الأسماء المتألقة، بهذه النجوم اللامعة، مع الخمسة الأسماء المتقدمة. نعود مع خوفة مع المركز الأول، خوفة مع مقدمة الشوط، ولكن حفلة وصلت حفلة وتسللت إلى مقدمة الشوط، انتزعت الصدارة. حفلة مع المركز الأول، محمد بن شامس بن عتيق العامري يتقدم وينطلق بهذا الناموس المميز، ينطلق بهذا الفوز والانتصار مع المركز الأول بدون أي منافس. هنا حفلة تنطلق للسيد محمد بن شامس بن عتيق العامري هنا حسب الكشوفات، ولكن الله
هي الشاهنية، وصلت الشاهنية الآن. سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي وصل مع المركز الثاني، هنا الرشيدي مرشيدي هنا يصل مع المركز الثاني. أبناء السلطنة، أبناء السلطنة وصلوا إلى المركز الأول مع هذا الناموس المميز. سلام للسلطنة، سلام سلام إلى سلطنة عمان، وسلام سلام مع هذا الشعار المميز. سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي من يصل مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت حفلة مع ثاني التحديات محمد بن شامس بن عتيق العامري، بينما المركز الثالث شقرة أحمد بن سالم بوظفيرة العامري. المركز الرابع وصلت سمحة مبارك بن رغش بن طبازة العامري، بينما المركز الخامس وصلت خوفة مظفر بن محمد بالعضيلي العامري مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت منتريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي من وصل مع المركز الأول. تهانينا والناموس لأبناء سلطنة عمان. بانتظار التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية قطعت مسافة 4 كيلومترات في زمن وقدره. إذن هنا لحظات وصول الشاهنية إلى خط النهاية. سعيد بن ناصر بن سليمان الرشيدي من وصل وأعلن هذا الناموس المميز. التوقيت كما تشاهدون أمامكم 6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. توقيت مميز أيضا لأبناء السلطنة، بينما المركز الثاني من وصلت مع ثاني المراكز حفلة محمد بن شامس بن عتيق العامري من وصل 6 دقائق 7 ثواني وجزئين من الثانية. المركز الثالث شقرة من وصلت مع المركز الثالث، التوقيت 6 دقائق 8 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.